دكتور محمد، نتحدث اليوم على الإحصاء، لأنه الإحصاء أو الرقم هو دليلنا في التحليل. إذا كان يعني الأرقام مرتفعة بالنسبة للإصابات، من جهة أخرى نلاحظ أن أرقام الوفيات تقل من يوم لآخر. رح نتحدث عن حالتين، اليوم 5 حالات، هذه تقريب يعني أكثر من 10 أيام، خلينا نقول شهر رمضان الكريم دائما تحت 10. هل هذا يعني شيء مطمئن مشجع بالنسبة للجنة العلمية في إعداد تقاريرها؟ بالطبع، هذا تكلمنا كأخصائيين قبل، هو المقاييس العالمية هي اللي نشوفوا بالطبع عدد الإصابات اللي هو تزايد أو تقصير الإصابات، نشوفوا عدد الوفيات وعدد المرضى اللي مقبول اللي ندخلوه في الإنعاش، خاصة هذه النقطة الأخيرة فينا، وهذو هما اللي يدلوا علينا باللي وعلاش قلنا الوباء كان في استقرار وفي استقرار، وإن شاء الله باش نخرجوا من هذه المرحلة هذه التنازلية، لأنه العدد الوفيات نقص والعدد المرضى اللي في مصير الإنعاش ثاني نقص، هذو كما يقولوا مؤشرات إيجابية.